اليوم رح نتعرف أكثر مع عالم الطفولة، رح نحكي عن أهمية مرحلة الحضانة، مرحلة التعليم المبكر، تأثيرها على شخصية الطفل. كل هاي المعلومات وغيرها رح نتفصل فيها مع ضيفتنا بالاستوديو الاختصاصية التربوية نشيدة بوزو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نروح للأهمية والفائدة المكتسبة من مرحلة التعليم المبكر والحضانة قبل التعليم الأساسي. هلأ مرحلة التعليم المبكر هي مرحلة كتير مهمة وما لها علاقة نهائيا بمرحلة التعليم الأساسي. بيكون دماغ الطفل هو بيئة خصبة لحتى يطور مهاراته ويكتسب أكبر قدر ممكن من المعلومات. بتنقسم لمرحلتين، تعليم مباشر تعليم غير مباشر. فينا نحن نعطي الطفل معلومات غير مباشرة عن طريق حياتنا اليومية، مثلا ماشيين بالطريق فيني له هي سيارة، لون السيارة أحمر، السيارة بتودينا من مكان لمكان. هي الطريقة اسمها تعليم غير مباشر. بالإضافة لما بيفوت بجو الحضانة يلي هي بتوفر له بيئة صحية بيكون فيها تعليم مباشر. يعني نحن لما منحط الطفل مدة ربع ساعة أو ثلث ساعة ومنصير نعطيه المعلومات بطريقة أنه مثلا ورجيه تفاحة، أنه هي تفاحة لونها أحمر يلمسها ممكن يعضها. هي طريقة التعليم المباشر للطفل. طيب استاذة نشيدة، يعني فينا نقول مع حضرتك هلا انه عندنا مراحل مختلفة لبداية التعليم المبكر قبل التعليم الاساسي بالبيت مع الام منذ بداية ولادة الطفل. حضرتك قلتي 6 شهور ممكن يبدا يروح للحضانة، مرحلة الحضانة قبل ما يدخل الصف الاول مثل ما بيقولوا، يعني 4 مراحل عندنا. تمام. هلا بالبيت من وقت ما بيخلق الطفل، من بداية ما يخلق، لازم الأم دائما تحكي معه وتعتبره أنه هو شخص جاهز لتلقي المعلومات. ما تقول أنه أنا ابني ما بيفهم لسه صغير، لا، لازم نضل دائما نحاور الطفل وكأنه هو شخص كبير قدامنا، نحترم أنه هو عنده دماغ قادرة تتعلم 24 ساعة لتكتسب اللغات والمهارات. طيب خلينا نروح للمناهج اليوم المتبعة، واللي اليوم مفروض يعني يكون في كتير حذر بتأسيسها. اليوم السهل الممتنع، اليوم نحن عم نتعامل مع هذا الطفل، والشيء اللي انت حتقدميه حيروح معه للسنوات القادمة. هلأ بمرحلة التعليم المبكر نحن منكون عم نبني شخصية ونطور مهارات. ما في منهج معين فيني عرفه، يعني فيني طور عنده اللغة. أهم شيء مفروض يكون متواجد. طيب المحيط اللي حواليه لازم يتعرف عليه، يفهم العالم. لما بلحق ابني أنا بحضانة بيكون فيها أنشطة بتتركز على المعلومات يلي عم ياخدها، بنفس الوقت بتكون عم تطور له مهاراته سواء السمعية أو البصرية أو اللمسية. طيب خلينا نحكي عن تأثير الوسائل، مثل ما قلتي الوسائل التعليمية اللي ممكن تكون موجودة ببيئة الطفل بهي السنوات الأولى، وأهم هي الوسائل التعليمية. هلأ أهم الوسائل التعليمية هي الوسائل اللي بتعتمد وبتركز على تطوير مهارات الطفل. يعني مثلا فيني مثلا جيب له خيط سميك وخليه مثلا يحط بقلبه خرز. هون بهي مثلا، هذا مثال كتير بسيط للرياضيات مثلا. لا مو للرياضيات، هون بيكون في تآزر بصري انه هو كيف بده يركز يفوت الخرزة بقلب الخيط. هدول الشغلات فيهم بيطوروا مهارات الطفل. ممكن بسماع الموسيقى، ممكن لما بيسمع مفردات كتير بتتخزن عنده بدماغه، لأنه هو بيكون دماغه مثل الاسفنجة، بيصير في تراكم معرفي حتى لو ما حكى. هلأ بيكون عم بيخزن هو ولحاله، مع الوقت بيصير بيحكي وبيطلع كل الكلمات يلي خزنها. طيب نفسياً والشيء اللي صح اليوم، نحن بنشوف امهات بسبب الوظيفه وضغط الحياه بتروح لوضع ابنها بعمر ال6 شهور مثل ما ذكرنا، وفي ناس لا بيروحوا للعمر النظامي. ولكن اليوم هل انت مع انه يدخل الطفل بعمر ال2 و3 وفورا يروح للتعليم، او اليوم نبلش سنوات الطفوله معه فقط انشطه؟
هلا انا مع انه الطفل يلتحق بحضانه طبعا حسب الحضانه وحسب الشيء اللي بده يتقدم للطفل. نحن بهي المرحله ما بنحط الطفل قدام ورقه وقلم وبنعطيه معلومات يتلقاها تلقي، لا نحن بنعطيه معلومات وبنعلمه اياها عن طريق اللعب، بالاضافه انه بنكون عم ننمي له شخصيته، ثقته بنفسه، عم نعلمه رعايه الذات. طبعا هذا كله بيرجع مثل ما قلت لك لانتقاء الام للحضانه اللي بدها تحط فيها ابنها، البيئه اللي بده يقعد فيها، الاشخاص اللي بدهم يتعاملوا مع الولد، المربيه او المعلمه، هذا كله له تاثير كثير كبير، ولازم ينحط الطفل بهذا العمر ويخضع للتعليم المبكر لحتى يتأسس للتعليم الأساسي. ودائما بيكون في فرق كتير كبير إذا بدنا نقارن بين الطفل يلي هو محضر وملتحق بحضانة ومشتغل عليه بالتعليم المبكر وبين الطفل يلي ما قعد وفات دغري على التعليم الأساسي. نعم، يعني معلومات جدا مهمة مع حضرتك اليوم، بدنا نتشكرك عليها. شكرا. ونتمنى كل الأمهات يكونوا استفادوا من أساليب التربية والتعليم في الحضانة المبكرة. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لك، وهيك إن شاء الله تكون سنة خفيفة على جميع الأمهات. ودائما مثل ما قلنا التأسيس هو الأهم بحياة الطفل وبشخصيته أكيد. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم.